Si perché, è vero. عليكم البنات، لاباس عليكم؟ بخير، هانيين، اش اخباركم؟ اش كتعاودوا؟ كي دايرين مع الحراره ومع الصعوبات؟ بديتوا السفر ولا مازال؟ احسن حاجه ممكن نقول لكم في بدايه ديال الفيديو البنات، الله يبعد عليكم شر الافات، الله يبعد عليكم شر الخلق، والله يبعد عليكم كل مكروه يا ربي، امين. الله يصايب الوقت للجميع. قبل ما نبدا الفيديو كنشكركم بزاف على الدعوات ديالكم الزوينين، دوك الدعوات البنات اللي كدعوا معايا انا وبناتي اكيد كيوصلونا وكيحفظونا من بزاف ديال الحوايج البنات، فعافاكم اللي عزيزة عليه انا وبنياتي، بقاو تدعوا معنا قد ما قدرتوا، تدعوا معنا في الصلاة ديالكم. قولوا واحد السيدة مسكينة هي وبنياتها، الله يحفظهم الله يكون معاهم، وصافي لحقاش دوك الدعوات ديالكم الزوينين البنات دائما كيكونوا معنا ودائما كيوقفوا معنا من بعد الله سبحانه وتعالى، الحمد لله والشكر لله. وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. كنعرفوا الحاجه علاش كترفد البنات، كيف ما شفتوا في البدايه انا حاولت لحقاش عرفتوا راسي كان مرفوع، تنقول يا ربي غا يحفظنا الله غنوصل لداري بخير وعلى خير انا وبنياتي. داكشي باش ما صورتش حاجه، واصلا كان الظلام وسميتو، وحتى هاد اللقطات البنات راني غير فقط حتى وكان بغيت ندير شي فيديو ولا شنو ما ينوضش شي وحده الله يهديهم يقولوا لك حقه ما حقه، غير كتختاري من راسك اولا شي حاجه. حقاش حنا عارفين دابا ما بقيناش يعني ما بقينا في واحد الزمن اللي ما يمكنش تعرفي شكون اللي كيقول الصراحه، مش كل عاد يقول ولا هادشي في اليوتيوب بزاف، يعني الناس غير اللي بغات تقول شي حاجه كتقول. داكشي علاش درت انا هاد اللقطات باش بنادم يعرف بان راه فعلا ها اللي وقع لينا ولا اللي وقع لينا ماشي كانت فلا ولا شي حاجه. المهم البنات، هاد الفيديو هذا نصيحه لاي وحده، اي مراه كتسوق، الناس يعني واخا تكوني مع راجل كل شنو، تصنتوا الفيديو اشنو وقع لينا بالضبط، خليوا لي التعليقات ديالكم البنات، والله يبعد عليكم شر الخلق، والله ينجيكم وينجينا وينجي جميع امه محمد عليه الصلاه والسلام. شفتوا البنات فاش كنت مشيت لكازا، انا وبنياتي فرحانين ضاحكين ناشطين لاعبين، تمينا راجعين انا كنضل النهار كامل البنات، كنمشي تقريبا مع الخمسة ديال الصباح كنشد الطريق اولا الربعة وشي حاجه كنشد الطريق، لان ما بين فقي بن صالح وكازا واحد جوج سوايع ونص ديال الطريق اولا، كم عارفين لا خصوصا الا دزتي خديتي شي قهيوه ولا شي حاجه تتوصلي لواحد ثلاثة السوايع. كازا تبارك الله كبيره، يعني ثلاثة السوايع مشيان اولا نديرو حنا غير زوج سوايع ونص الا كان لوطوروت عامره ولا شي حاجه كتوصلي ثلاثة السوايع، كانت ما عامره جوج سوايع ونص راه هي هذيك جوج سوايع ونص، جوج سوايع فاش تكوني جايه تنضل النهار كامل خدامه تصوير، جري من هكا جري من كون، اصلا ما عارفاش كازا، فضروري كنشد معايا واحد السيد اللي كيسوق ليا كل كيدي الطرف ديال الخبز وصافي حتى كنساليو النهار ديالنا البنات. هذاك الشيء اللي مولفه كندير دابا فاش ندى ونورهان يعني ما عندهمش القرايه، فما كندوش بناتي، والحاجه اللي كتعجبني انني ما كنفوتش بنياتي، واخا كنبقى نتقاشح معاهم كنبقى نضحك معاهم، ما تمشيش معايا برزطيني درتي ليا، ولاني ما تندوز بنياتي حتى شي خطوه لحقاش عارفه ما عندهم حتى شي حد في الدنيا من غيري انايا. ديتهم معايا ضلينا ضاحكين ناشطين، صورت كانوا عندي كولابوراسيون، صورت البنات قديت الميكرو بليدي درت ليه الروتوش، تميت راجعه في حالي مدسراني الطوموبيل، يعني كنبقى حتى واحد الوقيته عاد كنرجع، يعني ديك العشرة ديال الليل اولا العشرة ونص تمينا راجعين البنات.
انا واحد الخطا كنديرو وما بغيتكمش تطيحوا فيه، بقاو تراقبوا الطوموبيل قبل ما تسوقوا، ما تقولش الطوموبيل جديده او لا الطوموبيل هادي ولا، وتحط في بالك انك مرتاح، الحديد ما معاش، اللعب ما معاش، الضحك. وحتى السيد اللي تيسوق حتى هو يا ما تيقلب الطوموبيل، يعني خاص ضروري لا الميكانيك لا اي واحد قال لي ضروري قبل ما تسوقي وخصوصا تشدي الطريق تقلبي الروايد تشوفيهم، تقلبي الزيت، تقلبي الماء، ضروري الطوموبيل تقلبها البنات، العيالات اللي كتسوقوا، العيالات اللي كتسوقوا بوحدكم ولا حتى الرجاله ضروري تقلبوا قبل ما تديماري. وانا ما يعني تنحط في بالي انني مرتاحه، ديتها مؤخرا درت لها الفيتونج لحقاش نضرب بها الطريق، صافي وبقيت مرتاحه. فاش تمينا جايين البنات كنسمع واحد التقرقيبه، انا مع يعني ما شاده تقاري بزاف، فاش كنكون جايه ولا كنكون غاديه ولا، ماشي بحال كتكوني مع اختك ولا كتكوني مع اخوك ولا تتبقاو تعاودوا تبقاو تضحكوا. انايا فاش كنكون يعني خدامه وراجعه معايا السيد تيقاري، يعني شاده التليفون كندير بحال هكا، ما كنسولو ما حتى شي حاجه، حتى كنسمع واحد التقرقيب، نادى شوفي الباب تيتخبط البرد ديال العجاج عندنا في العشيه. قلت لكم البنات كنسمع واحد التقرقيب، قلت ليش التقرقيب هذا؟ قال لي ما عرفت ما عرفش، بدا هو تيسمع قال لي ما عرفش. المهم احنا نوقفوا الطوموبيل، وقف السيد الطوموبيل بحال ما هكا، هبطنا نشوفه، لقينا ان الماء ما فيهاش، يعني ما كنديرش الماء، تيجرب بحال ما هكا لحسن الحظ كان واخا هكاك ما نفعنا الما بوالو. انا لان كنخرج ملي كان وقع ليا الغاز وسميتو التسرب ديال الغاز، خصني ضروري يكون معايا الماء، غير شويه صافي عندي ولا عندي واحد المشكل في راسي، الاكسجين ما كيوصلش ليه بزاف، ما كنتضعق، يعني خصني كل شويه كنشرب الماء، كنهز معايا القراعي ديال الماء بزاف، تلقاي الطوموبيل تيعامر هكا قراعي، عاد تنشرب تتسخن القرعه كتبقى. فهزينا كنعمر في الموتور حتى عمر، السيد كيدير امارش والو، ما بغاش تزيد، وعرفتو الظلام والليل، وحنا ديك البلاصه البنات اللي وقفنا فيها ما كناش عارفينها، حنا الناس يعني اللي تكونوا سايقين ولا شي حاجه ما كنعرفوش، اخطر بلاصه ممكن تدوزي منها ما بين كازا وما بين في لوطوروت كازا وخريبكا هي هذيك اللي وقفنا فيها، عشنا ليله ديال الرعب البنات. نتوما عارفين دابا ما حد يعني الطريق تفتحات، صحاب الجاليه المغربيه كيدخلوا، هذيك هي بلاصه الكريساج، بلاصه الكريساج كيهبطوا فيها بالسيوفه الناس، الحجر في الطوموبيلات، وهذا الشيء اللي اكدوا لي الناس. انا ما كنت عارفه هذيك البلاصه، حنايا تنتمو غير غادينا البنات، نصيحه وياكم ثم وياكم، اللي بان ليه شي عطب في الطوموبيل اولا شي حاجه يحاول حتى يوصل لمحطه الاستراحه عاد يوقف. انا الولد غالحق قلت ليه التقرقيب وقف، ما عارفين حتى شي حاجه، جاب الله. وتنقول لكم الدعيوات ديالكم البنات، دوك ما عرفتش شنو لحقاش، انا الصراحه ما عارفهمش بزاف، اللي كيكونوا كيقلبوا لوطوروت عندهم بحال شكل لومبيلونس تكون فيها الضوا، وبالليل لحقاش بالليل تيكونوا يقلبوا لوطوروت، خصوصا دابا البنات هاد الوقيته كاينه فيها الكريساج بزاف الصحاب برا. ف واحد السيد ما عمرني ما ننسى خيره، كان هو خدام ديك الوقيته، عمرني داك السيد ما ننسى خيره، لا انا لا بناتي، ومازال قد ما يعني طوال الزمان او القصر غنقلب عليه، ويعني واخا رد لي غير داك الجميل لحقاش دار فينا واحد الخير، اعتقنا. الله يحفظ ليه وليداته، الله يكون معاه، عنده زوج ديال الوليدات مسكين ساكن في خريبكا، ما عرفتش واش يقدر هذا الفيديو هذا يطيح لي في يدي ولا شي حاجه. المهم عمرني ما ننسى خيره لحقاش، هو اللي اعتقنا، كل ما هو اللي اعتقنا كلنا وبناتي تحنا ود كريسينا. هذيك البلاصه البنات اللي وقفنا فيها كتسمى 53، الناس اللي غيكون دايز عليهم هذا الموقف هذا عارفين اخطر بلاصه في لوطوروت. لوطوروت كيتعرضوا فيها بالحجر، كيخبطوا الطوموبيلات بالحجر لحقاش دابا معروفه ان الناس صحاب برا وسميتو كيدخلوا الصيف. تقريبا السيمانه اللي فاتت اكثر من 10 طوموبيلات اللي ضربوا ليهم
الزاج تيضرب برشا كلو القدامي تيضربوا الزاج باش الناس كيوقفوا معاك كيبداو يقلبوا كيهبطوا ليهم. السيد اللي جا مسكين عتقنا قال لي راه غير شفت معاك البنيات الصغارات فاش جا وقف علينا وهادي ما خلاناش مسكين وقريب ليه الوقت انه يخرج يدي بلاصه واحد اخر من وراه. قال لي نفس البلاصه اللي وقفتو فيها واحد السيد جاي البارح من برا وقفت هو اون بان وقفت لي الطوموبيل اون بان توقفوا عليه هبطوا عليه زوج بالسيوفه. السيد حتى هو يا مسكين مع تيقلب توقف هادوك هازين جوج هازين السيوف على السيد باغي نيكريسي ويديو ليه الطوموبيل عاد عقبوه هربوا لان تيكون بيناتهم التعاون مع البوليس وسميتهم اللي بدا كيعيط السيد على البوليس هربوا هادوك زوج هذاك تعتق. الحمد لله اللهم لك الحمد وحنايا بفضل الدعوات ديالكم بفضل الله سبحانه وتعالى وقف لينا داك السيد في طريقنا مسكين ما خلانيش ما دازنيش انا وبنياتي انا ما عارفاش. الحسن الحظ انني دايره واحد لاسيرونس اللي زوينه بزاف دايره ام سي ام ا انا فراسكم دايره لاسيرونس والله ما كنت عارفه اشنو سميتها حتى تحطيت في هذا الموقف هذا لحقاش كنت مشيت عند صاحبتي نعيمه هي اللي عندها لاجونس ديال لاسيرونس هنايا في قي بن صالح قالت لي صباح غادي ندير لك واحد لاسيرونس يلا دخلت جديده زوينه ديال فيها تو ريسك يعني تامل لك كاع الاضرار سواء الزاج الحريق اي حاجه ديال الطوموبيل وحتى الا درتي شي كسيده ولا شي حاجه وكان منك انت لافوت غير هو هاد الشركه يلاه دخلت جديده رخيصه ماشي بحال واحد الشركه اخرى يعني غادي تخلصي غالي. انا قلت لها صافي حقاش انا ما عارفاش راجلي الله يرحمه هو اللي كان مكلف قلت لها صافي ديريها ليا فدارت لي هاد الشركه هادي وما عارفاش تسميتها فاش تيقول لي السيد واش اشنو دايره اش من شركه واش دايره هاد الشركه كنقول لي لا تجبت الوراق ديال الطوموبيل عاد وانا نعرفها عاد عيط لي على ديك الشركه بقينا كنقلبوا على سميتو اللي مقاردي الليل ديك الساعه صيفطوا لي ديباناج الطوموبيل وصيفطوا لي الطاكسي اللي يزني انا وبناتي وصلني للمدينه اللي انا ساكنه فيها وديك الوقيته اللي مسكين غادي يمشي فحالو لان قريب ليه الوقت ويخليني كنتسنى في لوطوروت باش نتسنى الطاكسي يجي ما دازنيش انا وبناتي قال لي غادي غير نتفاوت عليك غادي يهبطوا لك صحاب السيوفه ولا شي حاجه وتصدقي تكريسي قبل ما يوصل لك الطاكسي. عقبت شفت اشنو غندير مع اشنو غندير قال لي دابا غادي تهزي بنياتك هزي داكشي في حوايجك اللي بغيتي تهزي ويلا هو توصلوا نوصلكم للطاكسي لان الطاكسي غادي يكون كيتسنانا قبل في محطه الاستراحه. مسكين الله يرحم ليه الوالدين الله يرحم ليه الوالدين قربنا للطاكسي وخلي الطوموبيل حتى جا ديباناج جابها ليا حتى لقدام الدار الشركه ديال لاسيرونس جابوا ليا حتى لقدام الدار هو مسكين وصلني للطاكسي ونفس الهضره اللي قال لي مول الطاكسي قال لي مول الطاكسي هاد البلاصه هادي يا بنتي قال لي خطيره بزاف اللي وقفتو فيها تا هو عاود ليا نفس الهضره اللي عاود ليا السيد وقال ليا قال لي غير البارح راه كانوا شي طوموبيلات مضروبين هنايا قال ليا حتى انا جيت باش ندي شي ناس نوصلهم قال ليا الطوموبيلات مضروبين تيضربوا ليهم الزاج بالحجر. عودوا ردوا بالكم الناس اللي كيسوقوا في لوطوروت خصوصا هاد المناطق هادي ديالنا لان معروفين حنايا بني ملال خريبكا البروج سميتو هاد البلايص هادي بني ملال قريب صالح سوق السبت هاد المناطق هادي كاملين البنات حنا معروفين ان كاينين صحاب برا بزاف كاينين صحاب الجاليه المغربيه بزاف ردوا بالكم تكونوا راجعين شادين الطريق تتبان لهم ماتريكول ديال برا من غير ان كتبان لهم ماتريكول ديال برا هاد البلايص هادو راهم خطيرين في الكريساج البنات عودوا ردوا بالكم. العائلات اللي تكونوا يسافروا سميتو حاولوا انكم ترجعوا في حالكم قبل ما تطيح الظلمه لان بنهار بعدا كاين ما غيكريسيك حد ما يتعرض لك حد في الليل الله يستر راه تيوقعوا افات اللي نتوما في غنى عنهم. انا بناتي ولاو تيترعدوا وتيبكي ونادات تقول لي لا يا ماما شنو غادي نديروا انا يا ماما عرفتي وكتخبط في خادها نور هان تترعد وليت تنقول صافي غادي ديرها تحت ولا شي حاجه. عرفت واحد الليله عشنا ديال الرعب حتى جانا داك السيد ونقدنا الله يرحم ليه الوالدين جيت لداري في حالاتي ماشي مشكل تنقولوا تتفوت على الراس وتتجي فاش ما بغات والطوموبيل حطيتها تتصايب مشى لها الجوان كيلاص لصق ليها عاد شي تخربيق اخر المهم مع بقى الولد تضارب معاه باش ديماري وهادشي هو
يعني ماشي مشكل، الدنيا هانيه، تحيدها على الراس وتجي فاش ما بغات. وبقيت اختكم بلا طوموبيل، ولكن الحمد لله والله العلي العظيم البنات اللي خصني ندير صدقه، لان ربي تيحفظ العبد ديالو. غير هو خديت واحد الدرس كبير، انني عمرني ما نهز الطوموبيل بلا ما نقلبها من الزيت من الماء، نقلب ليها الروايد، لان الله يستر تقدر تفرقع لك شي رويده في الطريق ولا شي حاجه. واحد الحاجه اخرى البنات ما تنحملهاش، ما تنحملش لوطوروت، عزيز عليا انا دائما الطريق العاديه. فاش كنكون في لوطوروت ولا شي حاجه كنشد معايا اللي يسوق. الطريق العاديه الا وقفتي اون بان ولا شي حاجه كيجيب لك الله اللي يعاونك. في لوطوروت ما يعقل عليك حد، تيدوزو الطوموبيل الطياره، حتى شي واحد ما يوقف لك، حتى شي واحد ما يحاشي لك. عاده زيد انه ممنوع انك توقفي الا لما كان عندك شي حاجه اللي يعني خطيره بزاف، اولا شي اون بان اللي نيت توقفي عليه، اما باش توقفي تسارحي ولا تقلبي ولا شي حاجه يعني ممنوع عليك. داكشي علاش عزيز عليا الطريق العاديه. المهم حفظنا الله وعشنا واحد الليله ديال الرعب، وليت تنقول ناري ديال الاخر علينا، وعرفتي تنتخايل دوك السيوف كل سيف قد سيف. المهم الحمد لله اللهم لك الحمد، فاش جيت للدار لهنايا عاد ارتاحوا بنياتي، ما وصلت حتى شي حاجه، وليت تنقول يخ ما بقيت قررت لا الحوايج، ما هزيت معايا حوايج ما والو، خليت كلشي في الطوموبيل، خليت كاع السلعه اللي تقديت، خليت داكشي كلشي وسمحت فيه، وليت تنقول بغينا عمرنا نفلتو به. والحمد لله اللهم لك الحمد، بعدا كي نفلتنا وما وقعت لنا حتى شي حاجه، هادي من يعني خاصك تبقاي تحمدي الله وتشكري ان الله سبحانه وتعالى نجاك ونجاني انا وبنياتي، نجانا من نكون هابطوا لينا كل راه عمرنا لا طوموبيل لا، وليت نبقاو نقلبوا على داكشي، نقلبوا على العمر وتنقلب على بنياتي يبقاو عايشين. مازال انايا تتقولي راه ديت وجبت في الدنيا دوك البنيات الصغارات اللي بقاو فيا، وبقيت تنخمم تنقول انا اللي درتها لهم، انا اللي جايبها معايا، ما كانش عليا نجيبهم معايا، يبقاو في الدار مهنيين. انا حتى الا وقعت شي حاجه ولا شي حاجه، المهم انا بعدا كي همايا يبقاو فالتين بعمرهم. الحمد لله على كل حال البنات، ونتمنى من هذه القصه هذه اللي وقعت ليا تاخذوا واحد العبره وواحد التجربه، انكم عمركم ما يعني متستهنوا بالطوموبيل والطريق. حاولوا انكم ترجعوا بكري، اللي ما عندوش شي حاجه يعني شي حاجه اللي تشدوا حتى الليل، رجعوا في حالكم لداركم قبل ظلام الليل. الليل كيكون خايب بزاف الطريق، خايب السوقان، خايب توقعوا فيه الافات، العيالات الى ولا الرجال اللي كيكونوا سايقين الى جاب الله وضربت لك الطوموبيل، اولا بان لك الحجر في الطريق، اولا بان لك شي واحد مرمي جناب الطريق، ولا شي واحد داير راسو ميت، ولا وياكم توقفوا ثم وياكم. لحقاش كي هاد البلا هاد الوقيته هادي ديال الوقيته ديال الصيف كيتعرضوا فيها وكيجريسيو فيها، وتصدقوا لا نتوما لا عمركم لا حتى شي حاجه. الله يستر، الله يحفظكم ويحفظ جميع امه محمد عليه الصلاه والسلام البنات. المهم نتمنى انني نكون واحد شويه بهذا الشيء اللي وقع ليا، يعني توقضوا وتفيقوا، اللي بانت لها شي حاجه تقول تقدر توقع ليا بحال صباح ولا شنو. الحمد لله على كل حال البنات، نتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وتسناوني فيديو جاي ان شاء الله على القناه، وبسلام عليكم.